هل سألت نفسك يوماً عن سر العدد 7 وكيف ارتبط ذلك العدد بسر الوجود إن صحت التحليلات الرائجة بشأنه ومن أخبر العالم بخباياه قبل أن يرد في الكتب المقدسة؟ أصبح ذلك الرقم أيقونة غامضة، فهو الترتيب الذي يتكلم بأسرار الكون والحياة، ولعل من وصل إليه فقد وصل إلى ما لم يدركه العلماء والدارسون إلا من تمكن من الدخول إلى دهاليزه وحاول الوصول إلى أغواره في التاريخ والكون والطبيعة والكتب المقدسة ومذاهب الأولين. لم يتمكن بشر على وجه الأرض من حل لغز 7 سماوات، بينما حاولوا فهم ألوان الطيف 7 و7 أشهر لازمة لاكتمال الإنسان قبل أن يخرج إلى نور الدنيا ويلتقط أول أنفاس الحياة. أيام الأسبوع 7 والبقرات السمان في قصة نبي الله يوسف 7، وفي ذات القصة نرى سنوات الشدة 7 وكذلك عدد أعوام الرخاء. لذلك يصمم المهتمون بالأرقام البحث عن أسرار ذلك الرقم. إنه العدد الذي يصادف قارئ القرآن الكريم في بداية تلاوته، حيث الآية 29 من سورة البقرة التي تتحدث عن السماوات 7، وهو أكثر عدد يتردد في القرآن الكريم بعد العدد 1. والأراضي 7 وخلق الإنسان تم في 7 مراحل، ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فيوم القيامة موعده في 7 أيام الأسبوع، ولجهنم 7 أبواب، والشهادة العظمى في الكون 7 كلمات تنطق بالتوحيد. الباحث السوري عبد الدائم كحيل قرر دراسة العدد 7 في القرآن الكريم، وبعد 10 سنوات من البحث والتدقيق تبين أن عدد سور كتاب الله التي ورد فيها العدد 7 للمرة الأولى، وحتى السور التي ذكر فيها نفس العدد للمرة الأخيرة، هي 77 سورة، وذكر الرقم 7 في القرآن الكريم 27 مرة. وفي الكتب السماوية الأخرى تظهر أسرار مماثلة بشأن العدد 7، فالهروب يكون في 7 طرق، والنجاة من 7 شدائد، وتسبيح الرب يكون 7 مرات في النهار. ولا تقتصر أسرار الرقم 7 على الزمان والكتب المقدسة، لكنها ترتبط أيضا بالمعادن الرئيسية الموجودة في باطن الأرض، والبالغ عددها 7 عناصر، والبحار 7 أبحر، أما قارات العالم فهي أيضا 7 قارات، وألوان قوس قزح 7 ألوان. كذلك أجمع العلماء على أن المستويات المدارية لأي إلكترون حول النواة 7 مستويات. لا زالت أسرار العدد 7 تنطق بالمزيد، حيث ذهب البعض إلى أن لذلك الرقم سرا في الشفاء من أثر الجان، وهو العدد المتفرد الذي لا يقبل القسمة على 2 أبدا. لا يبدو الأمر صدفة، لكن وراء العدد 7 أيضا أسرار لم يصل إليها الإنسان بعد. فهل تدبر الإنسان نفسه والكون والآفاق لعله يصل إلى بعض من تلك الأسرار؟